أنا ولدت في المنامة، مدينة المنامة بالأصح في فريق الحطب، لأم وأب طبعا أيضا من المنامة، الوالد ينتمي لعائلة العريض والوالدة تنتمي لعائلة العصفور. طبعا أنا تاريخي أو بداياتي في منطقة المنامة كانت كلش يعني جدا قصيرة، يعني من عمر تقريبا 7 أقل أكثر بشوي انتقلنا إلى مدينة عيسى، المدينة الناشئة في ذاك الوقت يعني. فكانت ذكرياتي أكثرها في هاي المدينة، يعني مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي كانت كلها مرحلة في مدينة عيسى، يعني مرحلة الطفولة، مرحلة الشقاوة الجميلة، مرحلة المرح، مرحلة بداية التعليم، بداية أنا أتذكر طبعاً هذه المرحلة كانت مرحلة جميلة بالنسبة لي، ولكن أنا كطبيعتي أنا طفلة هادئة، يعني يمكن لا أتذكر يعني كثير من هذه المراحل لأن كنت طفلة هادئة مهتمة كثير بدراستها، يعني أنا يعني الدراسة كانت بالنسبة لي هي يعني هي الأساس في هذه المراحل الثلاثة اللي مريت فيها. فكنت طفلة يعني أحاول أن أكون مجتهدة، ولكنني طفلة عادية مثل أي الأطفال الموجودين. يعني كان لي أصدقاء كثير، صديقات يعني مقربات، يعني بنت عمي باسمة العريض، عندي سهى أبو حمود، كانت أتذكر عندي صديقة اسمها زهرة، صديقة يعني في أصدقاء منى، بعضهم ما زالت طبعا الصداقة ما زالت مستمرة، والبعض الآخر نتيجة لظروف الحياة فصار ابتعاد، ولكن دائما هم في بالي ودائما أتذكرهم يعني. بس أتذكر إن هي كانت مرحلة النقاوة، مرحلة الصفاء، مرحلة الاجتهاد، حتى المنافسة اللي كانت بيننا كانت منافسة من الناحية الدراسية، كانت منافسة جميلة، يعني كانت منافسة محبة، يعني ما في كان غيرة، ما في كان حقد، هذا كان ممحي في هاي الفترة. يعني هاي بالضبط كانت هاي تعتبر من أجمل وأنقى المراحل اللي أي طفل ممكن يمر فيها، واللي أنا حاليا أشوفها مفقودة حتى في هذه المراحل. يعني من خلال أولادنا نحن نشوف نقيس مراحلنا كانت أكثر نقاوة، أكثر جمال، أكثر طيبة، أكثر سهولة، يعني الحياة كانت سهلة بالنسبة لنا. طريقة التعليم تغيرت، كانت طريقة التعليم السابقة تعليم ملقن، يعني أنا بالنسبة لي كان بالنسبة لي الحفظ هو الأساس حتى في مرحلة الاجتهاد. الحين لا، الحين تغير طريقة التعليم، يعني ما أصبح الطفل يتلقن المعلومة من خلال الحفظ، هو الحفظ جزء مهم طبعاً، ولكن صار الفهم أكثر، يمكن لأن السوشيال ميديا، الإنترنت، أصبح سهولة في الحصول على المعلومة، أعتقد أنه زاد نسبة الوعي والذكاء بالنسبة له، لكن انفقد كثير من الأمور اللي هي العفوية والطيبة، ما عادت موجودة، حتى بين الأطفال تلاقي في تنافس غير صحي يعني بينهم، إحنا أول لا طبعاً ما كان، كان في حب بيننا، في إيه فعلاً أنا ما أحب المدرس اللي يميز بين الطلبة صراحة، وهذه مرحلة مرينا فيها ويمكن كل الطلاب مروا فيها، أن تشعر أن أنت في بعض الطلبة لهم تمييز خاص وفي بعض الطلبة ما لهم يعني، وهذا خطأ، يعني أنت لازم تعامل الأطفال أو في مرحلة كمسطرة، لأنه ممكن يكون في فعلا طالب ذكي وشاطر، في طالب متوسط وفي طالب أقل، فأنت المفترض يكون انتباهك ليس للطالب المتميز، يكون انتباهك للطالب الأقل، لأن الطالب الأقل هو كذكاء ممكن يكون يفوق الذكاء الطالب الأعلى، ولكن أنت لما تهمل هذا الطالب أنت تعطيه انطباع أنه ما راح يتطور، وللأسف أعتقد كان التدريس دائما يتم التركيز على الطالب المتميز سابقا، وأعتقد حتى حاليا يعني نفتقد هذا، أن أنت شلون انتباهك يكون على الطالب الأقل. أنا بالنسبة لي كل الطلاب في مرحلة كنا متميزين وأذكياء وكذا، ولكن في طالب يحتاج إلى مجهود أقل، يحتاج إلى مجهود أكثر، ما كان في رصد لهذه الأمور، ف
فأنت تتعامل بأريحية مع الطالب اللي يريحك. طب الطالب اللي ما يريحك عنده ظروف بعد، لازم أنت كمدرس أنك تنزل إليه، هذا ما كان موجود. أنا درست في سوريا حلب، كلية الحقوق جامعة حلب، كانت أحلى سنوات عمري. بالنسبة لنا الدراسة دائما، الآباء إحنا والأسر البحرينية دائما تستثمر في أولادها، فبالنسبة لها وين ما يكون التعليم مرحب فيه، فما كان في اعتراض من الوالد أبدا ولا الوالدة في التدخل في بالنسبة لاختياري للمكان أو نوعية الدراسة، ما كان أبدا. يعني هو جت فرص كثير، يعني جامعة البحرين كان بإمكاني أن أدرس هندسة، أنا لأن خريجة علمي، وكان ترشيح بعد قبول طلع لي في الإسكندرية في مصر قانون، ولكن اخترت حلب لكثير من الأمور. يعني أولا الحياة المادية فيها بسيطة، وكانت في ذلك الوقت صراحة كقدرة مالية بالنسبة للأهل كانت تناسبني سوريا. كان التعليم الجامعي شبه مجانا، لأن هم يتعاملون مع المواطن السوري والعربي سواسية، يعني كنا ندفع مبالغ رمزية في التعليم، فكان بالنسبة لي والحياة كانت بسيطة ورخيصة، فبالنسبة لي كان الاختيار هو الأنسب من الناحية المادية صراحة. والحياة كانت هناك أيضا بسيطة في سوريا، يعني فكانت فترة بالنسبة لي ممتعة، لأن أنا سوريا بحد ذاتها كانت الجامعات فيها تحوي من جميع، يعني نفس مصر تحوي من جميع الدول العربية، فبالتالي كان بالنسبة لي التعارف على جميع الجنسيات كان جدا ممتع. يعني خاصة في فترة من الفترات في دراستي أنا كنت ساكنة في دير كنيسة، كان السكن كنيسة، فكانت هذه الفترة اللي كانت فيها إحنا تقريبا من جميع الدول العربية، من الأردن، من سوريا طبعا، من ضواحي سوريا، من الكويت، من كان معنا أيضا من الإمارات فلسطينيين، كان تحوي جميع الجنسيات في الدير، فبالتالي كانت فترة جدا ممتعة في التعارف في طريقة الحياة. كان عندنا شغف نعرف بالضبط، احنا نتكلم عن دولة إسلامية، ما حوالينا ممكن أو ما كنا قريبين من ناس في ديانات أخرى كالمسيحية، على الرغم من البحرين هي يعني بلد متسامح مع كل الديانات، فكان فرصة أني أتعرف على الدير وعلى عقائدهم وعلى طريقتهم، وما تختلف، هي كلها ديانات سماوية وكلها تدعي للسلام يعني، فكان فرصة طبعا أكيد. وكنا في احتفالاتهم الدينية كانوا يعملون لنا حفلات، فكان هذا الشغف بالنسبة لنا لما يجي البابا ويخاطبنا ويتكلم عن فترة المسيح، فكان جدا ممتع. دخلت جامعة حلب للحقوق، لقيت صعوبة خصوصا أن تتكلم عن اللهجات شوي مختلفة، وحتى لما كنا نحضر المحاضرات في بعض الأحيان مع الأيام تعودنا، والدراسة فعلا صعبة، يعني معناته أنت لازم أكثر أوقاتك تقضيها في الدراسة، ففعلا كانت الدراسة صعبة، كانت الدكاترة كثير شديدين، ولكن يعني اللي يرحم إنه مثل ما قلت لك سوريا دائما تتعامل بالتساوي، سواء أنت كنت سوري أو كنت عربي، كان لنا المميزات اللي للعربي هي نفس المميزات للسوري، فكنا نتعامل بشكل متساوي، وهذا اللي ريحنا في الدراسة. ومرت فترة الدراسة كانت فعلا صعبة، وكانت فعلا شديدة، يعني بعض المواد كنت أقدمها مرة مرتين ساعات لصعوبتها وصعوبة المدرسين بعد، الدكاترة اللي كانوا يدرسون. حلو كانت الدراسة أيضا فيها تخصصات، يعني أنا مثلا متخصصة في السنة الثالثة علاقات دولية، هي صعبة بس أعتقد أن هي قوية الدراسة في سوريا، كانت إن شاء الله لحد الحين تكون بهالطريقة، يعني إن هي قوية، أتمنى إني أزورها. تعرف كل خريج من الجامعة عنده طموح كثير، فكنت دائما أقول إن أنا
أنا ما أصلح أكون محامية، وكان عندي فكرة عن المحاماة مش كويسة، وفكرة الناس العادية يعني. فللأسف يعني للأسف كنت عندي طموح إني مثلاً إني أشتغل في الخارجية، كان عندي طموح إني أكون سفير، إيه كان طموح عالي شوي. ما كنت حابة مهنة المحاماة، ولهذا ضليت في البيت سنتين أنتظر الوظيفة كأي طالب يعني. البعض ممكن يقول أنتون تتكلمين من 30 سنة الوظائف متاحة، لا ما كانت متاحة يعني. هي في عوائق أكيد على أساس أنك أنت تتوظف في الوظائف. أنا أتكلم دائما لحد الحين أكثر الخريجين يفكر في الوظيفة الحكومية، الوظيفة اللي يشعر فيها بأمان واستقرار. أنا نفسي نفس أي طالب كنت تفكيري بهالطريقة. لما شفت بعد سنتين إن حياتي راح العملية راح تتوقف، اضطريت إني أدخل المحاماة وأتدرب وأقول راح أجرب يعني. عجبتني المهنة راح أواصل، ما عجبتني راح أتوقف أو راح أنتظر الوظيفة. أنا تزوجت وأنا في فترة الخطوبة يعني، في فترة قبل العمل يعني، وأنا كنت أدور على الوظيفة. هو قال لي جربي، عجبتش المحاماة واصلي فيها، ما عجبش انتظري الوظيفة لما تجي، بس على الأقل ابدأي. البداية جدا مهمة، وفعلا اقتنعت فيه ودخلت المحاماة. تدربت عند أول سنتين تدربت عند أستاذ القدير محمد الوطني لمدة سنتين اللي هي فترة التدريب، وبعد ذلك انتقلت لأستاذة القديرة لولو العوضي لمدة 6 سنوات. هي مهنة المتاعب لكن مهنة الشغف والحماس طبعا عجبتني وغيرت فكرتي أيضا. كان عندي فكرة للأسف إن هي سيئة، واعتقد ان اغلبيه الناس عندهم مثل ما قلت لك، انا مثل الناس اللي عندهم فكره سيئه عن مهنه المحاماه كانت. ولكن لما دخلت شفت الواقع جدا مختلف، وتدريبي كان مع استاذ محمد الوطني والاستاذه لولوة ايضا غير وجهه نظري عن المحاماه. لما تشوف حماسهم في القضايا، لما تشوف كيفيه التعامل مع القضيه وكيفيه الكفاءه المهنيه يعني أمور كثيرة. مثل الأستاذة لولوة يعني، الأستاذة لولوة القديرة كانت شديدة في مهنتها، شديدة في مكتبها، لأجل أنت إذا لما تدخل عندها في فترة المحاماة دائما تقول لنا إن أنا هذا التعليم لصالحكم أنتونا يعني، لأن إحنا بنستقل في فترة. وأنا هذا طبعا أتبعه حتى حاليا في مكتبي، لما أكون شديدة معاهم أقول لهم هذا لصالحكم، لان انتم ما راح تضلون عندي، لان فتره المحاماه دائما ما في احد ممكن يضل عندك في المكتب الا في فتره التدريب في فتره التعليم، وبعد ذلك ينطلقون. فكان بالنسبه لي فترتها طريقه تفكيرها، طريقه مهنيتها، الملكه اللي كانت تملكها صراحه كثير تعلمت منها، حتى في اسلوبها في طريقتها، ان هذه المهنه مهنه جاده، مهنه المسؤوليه. فبالتالي علمتني، ما زلت على 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 الدرب هذا. فانت شلون تتحبب المهنه، شلون تحببك فيها بالاشخاص اللي تولوا هذه المهنه. وانا حبيتها صراحه من الاستاذ محمد الوطني ومن الاستاذه اللي قضيت معها اطول فتره اللي هي 6 سنوات، كانت فتره بالنسبه لي انبهار بطريقه الاستاذه لولوة في ادارتها لهذه المهنه وكفاءتها. أول مرة دخول في مجال المحاماة والوقوف أمام القاضي شيء مرعب طبعاً. أنت تتكلم عن في ذلك الوقت فلاطح القانون موجودين على منصة القضاء. خليني أذكر لك بعض الأسامي، أستاذ أحمد وهدان هذا لا يمكن أن أنا أنسى، أستاذ منير منصور، أستاذ أسامة زوج الأستاذة لولوة، استاذ احمد والله مش متذكره بالضبط اسمه، كان استاذ سالم الكواري، الشيخ خليفه اللي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء سابقا، ليهم وزنهم. فانت شلون ما يكون عندك رعب لما توقف لقاضي تشعر انت مستواك القانوني على اساس توصل ليه تحتاج انت مراحل. يعني اتذكر اول ما وقفت قدام استاذ احمد وهدان كنت ارتعد،
فهو قال لي استاذ، سألني كم سؤال مش 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 عارفة الصراحة. قال لي اهدئي أستاذة يا بنتي، ولأنه هو في إدارة الجلسات أيضا كان شديد مع اللي يستاهل إنه يكون شديد معاه، يعني هذه ما أنساها لي. يقول لي طيب أنا حأعطيك الملف، اخديه روحي اقعدي على جنب اقرأي الملف وتعالي أعطيني وجهة نظرك اللي أنا سألتك عنها. فهني ريحني طبعا، خليت الملف وقعدت أقرأ فعلا ووضحت لي الموضوع. كثير يعني احنا في الأخير انت ما لازم، يعني في سلوك احنا جينا يعني ممكن جزء منه احنا تعلمناه من الحياة، ولكن الوقفة أمام القاضي تحتاج لسلوك آخر. يمكن هذه الأيام صراحة احنا نفتقدها، لأن هيبة القضاء لا يمكن توصف. وفي نفس الوقت القضاء سابقا، وأتمنى أنه يكون يعني حاليا طبعا، ولكن جزء منا افتقدناه. أنا أعتقد القاضي كان رحوم مع المحامي، لأن أنت تتكلم في محامين مبتدئين وفي محامين يعني وصلوا لمستوى القاضي، فبالتالي كان في احترام متبادل. وهو موجود، انا ما اقول لك حاليا هو موجود، ولكن احنا نفتقد جزء منه اللي هو شلون القاضي يفهم المحامي. لان قد اكون انا املك الملكة وقد يكون مستواي عالي، ولكن الفرصة المتاحة لك انك انت تبدي رايك القانوني قد تكون اقل من سابقا. سابقا انا اتذكر كنت ادخل على الاستاذ اسامه عبد الجواد، وكنت اشوفه اشخاص عاديه واقفين قدامه يسهبوا في الكلام وهو يستمع اليهم. الحين حاليا احنا نفتقد هذا الجزء، يمكن موجود فقط في الجنائي، ولكن في المدني نكاد يكون في افتقاد إليه. هذه هاي البدايات، يعني بداية الانتقال إلى المرحلة أخرى اللي هو الاستقلال في مكتب محاماة. طبعا كان يربك، ولكن أنا عندي إيمان داخلي إن الرزق من عند رب العالمين. ما دام أنا عندي نية في هذا المشروع ونية صافية إني على الأقل أقدم خدمة تناسب مع مستواي وفكري كقانونية، وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي الزبون أو الكاستمر هذا لين شيء يعني كبير. يعني فهاي التوليفة كانت كثير تربكني. كان مكتبي أنا فتحته قريبة من الأستاذ لولو، قد ما أحب الأستاذ لولو عن جد. فكنت أخذت مكتب، هي كانت أعتقد في الطابق الثالث، أنا أخذت في الطابق السادس كأنه أو السابع. ففتحت مكتب وفعلا كان عندي تقريبا قضايا كلش بسيطة، وكانت عندي سكرتيرة واحدة يعني كانت بنت خالتي، قالت لي يعني قلت لها تعالي معاي. وفي البداية طبعا أنت تتكلم إن ممكن تجيك قضايا ممكن ما تجيك، فبالتالي لازم يكون أنت عندك قرار حكيم، لازم يكون عندك مخزون مبلغ من المال حق احتياطي لأي ظروف ممكن تطرأ. لأن أنا متوقع سنة ممكن ما أقدر أسدد الإيجار، معاش الموظف اللي معاي. فهذا لازم يكون عندك أنت باكج عشان أنت تفتح في مكتب. وفي نفس الوقت يعني التزمت، يعني أتذكر لحد الحين كان راتبي أني كنت أمشي لي راتب 200 دينار. تخيل كنت أعيش براتب 200 دينار في ذلك الوقت، ولكن لازم يعني هاي الخطوة لابد أني أسويها. يعني جت القضايا والله فرجها، يعني ما تعطلت لأن النية كانت صافية أو الرزق من عند رب العالمين. فأول الأيام توسعت، بعدها صار عندي مستشار، و يعني توسع شوي شوي المكتب في ذيك الفترة. أي طبعا زوجي كان اللي في هاي الفترة طبعا هو اللي ساعدني في قرار إني أنا أفتح مكتب. أعطاني مبلغ من المال أيضا، قال لي هذا المبلغ على أساس يساعدك في فتح المكتب. لأن أنا طبعا لما طلعت من عند أستاذة لولوة
واستلمت المكافأة نهاية الخدمة. كان ساعتها ما في تأمين، لأن مكافأة نهاية الخدمة استلمت من عندها، وفي باكج من عند زوجي، وغير اللي أنا كنت يعني المبلغ البسيط اللي كنت مخزنتنه محوشاه. فإيه هذا ساعدني إن أنا أفتح المكتب. والحقيقة أيضا حتى الإدارة تبعت العمارة كثير ساعدتني. أنا لما رحت لهم قلت لهم صراحة أنا ما عندي إيجار كبير ممكن أعطيكم إياه، إذا يا ريت أنكم تساعدوني لمدة سنة بإجرة بسيطة. وفعلا ساعدوني، إجرة كانت المكتب 200 دينار. ففعلا أنا لما شرحت لهم الظروف ساعدوني، قالوا أعطوني عقد لمدة سنة ب200 دينار. فهذا كثير يعني أمور لما تسهل سهلت لي. فبالعكس هذا لا يمكن أني يعني أنسى موقف بناية حوار إيه، يعني أنهم ساعدوني في هذا الموقف. والحمد لله يعني بعدها بسنة زاد الإيجار، واستمرت وياهم فترة طويلة تقريبا من 2003 ل 2016. طبعا في أعتقد خليني ما تخوني الذاكرة، في 2004 يعني نلت الثقة الملكية بتعييني عضو في المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وكانت الفترة من 2004 لمدة 6 سنوات، وكانت هذه الفترة صراحة من أهم الفترات المهنية. أنت تتكلم عن مجلس أعلى للمرأة، مؤسسة ملكية معنية رسمية معنية بالمرأة، بالنهوض بأوضاع المرأة. فكانت هذه الفترة يعني تعلمت منها كثير. يعني المجلس الأعلى للمرأة كان يبني استراتيجيات منظمة في كيفية النهوض في المرأة. يعني هذه كانت، هو كان جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأنا أعتقد من أنجح المشاريع الإصلاحية لجلالة الملك، لأن خلال هذه السنوات ساهم فعلا في رفع في أوضاع المرأة البحرينية. يعني في هذه الفترة احنا نتكلم عن صدور، طبعا المرأة البحرينية تولت كثير من مراكز صنع القرار في هذه الفترة، وكان جزء منها أو الجزء الأكبر منها بدعم من المجلس الأعلى للمرأة. فهو ساهم في كثير في تغيير في أوضاع المرأة. فكانت هذه هاي الجزء من حياتي كان جدا جدا مهم. أنت تتكلم عن مجلس أعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، فكان بالنسبة لي مسؤولية جدا كبيرة. وكان يعني صراحة إنه يعني أنا ما لي علاقة في هذه الفترة بالعمل الاجتماعي النسائي، فكان بالنسبة لي المجلس هو المدرسة اللي راح أتعلم منها كيفية العمل مع النساء أو وكيفية دعم المرأة، وتكون عضو هذه مسؤولية أيضا أكبر. فيعني وتتكلم عن عضوات في يعني في الفترة اللي تم تعييني، استاذة بهية الجيشي، استاذة هند الخليفة، استاذة كان الأمين العام استاذة لولو العوضي، كان يعني قامات كبيرة موجودة في هذا المجلس. فأنت تتكلم عن يعني شلون أنت تقدر يعني تكون بهذا المستوى. فكان جدا كانت مسؤولية كبيرة، ولكن الحمد لله يعني أنا تعلمت من هذا المكان كثير، إن الجدية والمسؤولية في هذا المكان شلون تخليك إنك أنت تنضج، يعني أو شلون تفكر في تدعم المرأة بأي شكل من الأشكال. طبعا مرحلة الشورى هذه كانت في 2006، متى بيصدر أنا ما عندي علم فيه يعني. فلما صدر في قريته في الجريدة إنه كان يعني،
كانت مشاعر مختلطة. يعني أنت تتكلم عن تجربة مجلس الأعلى للمرأة، كانت تجربة مغايرة تماما لتجربة الشورى. أنت تتكلم عن سلطة تشريعية، فيعني فكانت عندي أفكار كثيرة، شلون راح أكون، شلون راح أكون قراراتي، شلون راح يكون أتعامل مع. أنت تتكلم عن هامات كبيرة موجودة في مجلس الشورى، يعني أستاذ جمال فخرو، أستاذ خالد المسقطي، أستاذ كثير من النساء كانوا موجودين أيضا، يعني هذا اللي يحضرني. فكان بالنسبة لي خليط فرحة، بس يعني خوف، في رعب بعد. يعني طبعا تتكلم، أنا لما تقول أنت سلطة تشريعية، يعني شلون بكون أنا في سلطة تشريعية؟ أنا صحيح محامية وقانونية، لكن أنا شلون بشرع، شلون بناقش القوانين، شلون بقدم اقتراحات بقوانين، شلون بوجه السؤال، شلون بوقف أتكلم. هذا كل الأفكار كانت تراودني. ولكن أنا خديت قرار في نفسي لما تعينت، نلت الثقة الملكية من جلالة الملك المعظم، خديت قرار في نفسي: رباب، أنت بتدخلين مجلس الشورى بتكونين رباب اللي موجودة بين الناس، إنسانة عادية، إنسانة بسيطة، ما راح ياخدك هذا المركز انك يرفعك من الناحية انك تكوني غير متواضعة او غير متكبرة او لا. انا هذا القرار خدته بيني وبين نفسي، انه لازم اكون رباب اللي موجودة في الحياة العادية هي الرباب اللي راح تكون في هذا المكان. في امور كثيرة اتذكر اول يوم لافتتاح المجلس التشريعي، أنا كنت في الفصل الثاني طبعاً تعييني، اللي هو في 2000 نهاية 2006 شهر 12، فكان افتتاح الفصل التشريعي. أتذكر إن كانت يعني تتكلم عن خليط من المشاعر، إن شلون بوقف قدام جلالة الملك، شلون يعني هذا كله، كان شلون بتعرف على الزملاء الموجودين. واعتقد ونفس الشيء بعد خليت قرار في نفسي، قلت له يعني انا من نوع شوي طبيعتي شوي بخجل، يعني مو شوي، فكثير اخجل، مثل الناس العاديه اللي ترتبك يربكها الناس، كثره الناس، شلون تتكلم شلون. ولكن اتخذت قرار في نفسي في اول يوم في الشورى، كنا ما انسى كنا نناقش قانون المخدرات، هذا ما انسى هاي اليوم. وانا قاعده قلت يا رباب، إذا هذا القانون اللي يمس المهنة واللي أنت قادرة أنك تناقشين فيه، إذا ما وقفتين اليوم ما راح توقفين أبداً، ما راح تناقشين أبداً. فاتخذت قرار أني أوقف. ففعلاً حتى أتذكر بعض الزميلات وياي كانوا يضحكون علي، يقولوا لي وقفتين كنتي مرتبكة، وفي نفس الوقت يعني في البداية مش عارفة شنو أقول. يعني كان صعب فعلا انك انت تواجه رئيس مجلس الشورى واللي حواليك كلهم قامات كبيرة متمرسين في العمل التشريعي. فحاولت اني اكسر هذا الحاجز من اول يوم، اوقف واتكلم، والحمد لله. يعني بس حقيقة كل يعني خلال 8 سنوات كل مرة اني اوقف واتكلم كان يصيبني ربكة ورعب، لان انت تتكلم عن مسؤولية، يعني انت تتكلم عن سلطة تشريعية، سلطة تشريعية هرم. يعني انا كنت واحدة من الاعضاء اللي راح اشارك في صنع القرار، صنع قرار دولة. فبالنسبة لي طبعا مسألة جدا، يعني انت خلينا نترك مرحلة المحاماة والقانون، هذه مرحلة أخرى. صحيح بالنسبة لي أنا سهل لكوني قانونية، لكن أنا ما مرت مرحلة التشريع. التشريع معناته أنا كل مناقشة في أمور تشريعية لازم أرصد هل هذه النصوص متوافقة مع الدستور. أنا ما عندي خبرة في هذه المواضيع، فأنا بنيت خبرتي من ناحية القراءة الموسعة، اشتركت مع مجموعة قانونية، مجموعة نصارى، اتذكرها لحد الحين،
حتى أعطوني المجموعة مجانا، يعني كنت على أساس ساعات لما يجيك الأرزاق تجيك مرة واحدة، فأعطوني هدية المجموعة كاملة عن طريق الأونلاين إنترنت، أني أقدر أدخل بسهولة وأخذ أي معلومة في أي تشريع قانوني. طلعت على تجربة، أو خلينا نقول المحاكم الدستورية المصرية، المحكمة الدستورية العليا، شريت كتب أحمد مراد، أو في اللي هو مجمع كل الأحكام الدستورية. طلعت على تجربة أستاذ فتحي سرور اللي هو رئيس مجلس النواب سابقا، اطلعت على كتب أستاذ رمزي الشاعر، حاولت أدخل جانب آخر من التشريع على أساس أن تكون عندي، تتكون عندي فكرة. أنا أتكلم أني راح أكون صانع قانون، فبالتالي صناعة القانون مش سهلة، أني أوقف فقط أني أناقش القانون، فكانت مهمة. يعني بعدت فيها شوي عن الحياة العادية، لأن كنت أحاول أكون نفسي، أصنع نفسي من أول وجديد في هذه المرحلة، وكانت مسؤولية كبيرة، لأن أنت مراقب من الناس، فالناس مش راح ترحمك إذا أنت يعني، وأنت تشوف حاليا يعني الخطأ في اللفظ الناس مش راح ترحمك فيه. فهذا كله أعطاني بلورة أنه لازم أكون، يعني أن أحاول قدر الإمكان أن أنا أرضي نفسي من حيث قمة هذا المكان. وحاولت، يعني أنا خلال 8 سنوات قدمت الكثير من المقترحات بقوانين صراحة، وناقشت كثير من المشاريع بقوانين أنا وزملائي، وحاولنا فيها التغيير، وكنا على، أنا حاليا راضية عن نفسي لأن أعتقد أني وفيت وكفيت خلال هذه الفترة، وقدمت مقترحات كثيرة من القوانين يعني، وكانت تجربة جدا غنية. أنا استفدت فيها صراحة 8 سنوات، استفدت فيها استفادة كبرى. يمكن خلال 10 سنوات اللي كنت فيها في مهنة المحاماة، أنا خلال 8 سنوات لميت يمكن 40-50 سنة في 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 مسألة القانون. فكانت، وأتمنى أن أي أحد يكون موجود في هذا، سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشورى، هذا المكان مش سهل، هذا مكان مسؤولية كبيرة. هذا مو معناته أنك أنت بس، أنا حبي أن أكون في هذا، في مكان سلطة تشريعية، أنت راح تشارك في صنع القرار دولة كاملة، لازم تكون على قد المسؤولية، ولازم توازن بين المصالح. صحيح إحنا جلالة الملك لما نلنا الثقة الملكية في السلطة التشريعية، إحنا لما عيننا جلالة الملك، ولما انتخبوا الناس مجلس النواب، هما للناس، إحنا عيننا للناس، فبالتالي ولابد إن إحنا نوازن المصالح، يعني بين مصلحتين، بين مصلحة الناس ومصلحة، أنا ما أتكلم عن مصلحة حكومة، مصلحة دولة ككل. فكان هذا فيه طبعا في يعني، أنا أتمنى أن أي أحد يكون في هذا المكان يكون هي مصلحة، المصلحة العامة هو اللي يراعيها، لأن هذا المكان مش سهل، مش يعني مو سهل. طبعا في الفترة اللي أنا كنت فيها في مجلس الشورى، أعتقد في 2007 أيضا نلت الثقة الملكية في تعييني في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهذه طبعا كانت فترة أخرى مغايرة بالنسبة لي وغنية جدا. أنت تتكلم من 9 سنوات طبعا قضيت فيها ل 2014. إحنا نتكلم عن إقليمي اللي هو إحنا الهيئة الاستشارية دول مجلس التعاون، هي هيئة تابعة للقادة دول مجلس التعاون. أنا أمثل الدولة طبعاً في هذه، فيها، وإحنا كنا 5 أعضاء طبعاً لكل دولة، إن هي ترشح 5 أعضاء، فأنت تتكلم عن عينة ذات قدرة ثقافية وعلمية عالية، يعني كانوا مستشارين للقادة، فكان دورنا طبعاً أي مقترحات تحال لنا من القادة دول مجلس التعاون
نناقشها ونعطيهم رأينا فيها، وإحنا كنا أيضا لنا صلاحية إن إحنا نبدي أي مقترحات ونناقشها ونعمل عليها دراسات وأيضا نقدمها للقادة كهيئة استشارية. هاي الفترة طبعا هاي فترة كانت أيضا مغايرة لمجلس الشورى، فترة غنية إنك أنت تعرفت على قامات كبيرة من كل دول مجلس التعاون، وكان يربطنا فعلا الوحدة والروح الوحدة في أن إحنا كلنا كان نسعى لخدمة هذا المجلس أو لخدمة الناس في 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 خدمة الناس. وبالتالي كثير من الاقتراحات اللي اقترحناها تم إقرارها من قبل القادة.